طبيعي عناوين الصحف في هذه الفقرة اليوم الخميس 19 أذار 2020، صحيفة الأخبار بداية أحصى سوري بفتكر موضوع الكابيتال كنترول كمان اليوم اخذ مستحوذ حيز صح بالاضافه للكورونا. المانيا وفرنسا تنسحبان من الاستثمار في الكهرباء، هل يكسر لبنان حظر التوجه الى الصين؟ كورونا يتمدد، 139 اصابه ونفاذ اجهزه التنفس، منتجات التعقيم مهدده بالانقطاع، ايطاليا واسبانيا منكوبتان وامريكا تستعد للاسوأ. منتابع مع صحيفة الجمهورية الكابيتال كنترول بمواجهة الدستور وأقفل المطار. امبارح كانت آخر طيارة حتى آخر الشهر، يعني ما بعرف إذا بيرجع بيتمدد، ولكن لهلأ كإجراء أول هيك. من سيربح الحرب النفطية بين أمريكا وروسيا؟ عن جد نحن هلأ كل اهتماماتنا هونيك، ولقاحات ضد كورونا في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وروسيا بعد الصين. وبلبنان شو فيه؟ يعني في لوقف التدخل السياسي في العمل المصرفي وكابيتال كنترول، لاحظتي بالعناوين تفاصيله بالصفحات الداخلية. ولبنان انضم ليلا إلى الحجر الدولي. الديار إصابات كورونا تتخطى 200 ألف والوفيات 9 آلاف، وفي لبنان ارتفع عدد المصابين إلى 141. حزب الله يعتبرها خيانة بحقه. السفارة الأمريكية وراء تبرئة عامر الفخوري، يجب إلغاء 150 ألفا عن فحص الكورونا ويكون مجاني لأن الجوع انتشر. بس هون تنقول انه هو بمستشفى رفيق مجاني الحريري مجاني، صح، ببقيه المستشفيات الخاصه 150 ألف بيخففوا ضغط كمان اللي اكيد، قادر يدفع بيروح. ولانه بتعرفي كمان صارت ليش انفقد اذا بدك بالساعات الماضيه بعض المستلزمات صار الاساسيه كل ما اللي واحد بيعملوها، حس صار كل ما واحد هيك شك شوي بيركض بيعمل الفحص بالمستشفى الخاص، يعني اذا قادر. بس هي النتيجه انه لو انت قادر ماديا تعمل هيدا الفحص مش عم لازم، تشيله من قدام صح، ناس ممكن يكونوا عايزينه عن جد. هيدا اللي انحكى عنه كتير امبارح وتم التشديد، انه صح مش كل ما واحد شك انه او عطس عطسة صغيرة، يعني في قصص لازم ننطر عليها لتبين لاخر شي نعمل فحص. البناء اقفال البورصات الامريكية والصحة العالمية تطلب استثناء الصحة من العقوبات على ايران. لبنان في مواجهة كورونا، دخول العزل التام و15 يوما حاسمة في خطة الاحتواء. الحكومة تبحث اليوم ملف الكهرباء وتناقش الكابيتال كنترول وسط تباينات. في اللواء الكابيتال كنترول يواجه اليوم باعتراضات دولة المصارف، لبنان في عزلة وقائية وتلكؤ دولي عن تقديم مساعدات لمواجهة الكورونا. امبارح كانت لافتة كمان انه رفض صندوق النقد الدولي يعطي قرض لفنزويلا كرمال تقدر تواجه الكورونا، وهذا الشيء بيطرح كثير علامات استفهام انه هذا موضوع صحي مش سياسي، ما لها علاقة لا ضغط حكومة أمريكي مادورو ولا غير حكومة بالموضوع، مية يعني بالمية. مش هالاساس. نوصل على كاريكاتير مع الجمهورية أنطوان غانم كمان من وحي كورونا. عم فكر مين أتقل علينا، كورونا أو بنكونا؟ أتقل من بعضهم. نرجع لصحيفة النهار بال 1970 مثل اليوم كانت عناوينها على الشكل التالي. اصطدام بين الجيش والفدائيين ينتهي بقتيل وأربعة جرحى، جنبلاط العائد من السودان ينتظر معرفة الحقيقة لإزالة التوتر. والمصارف راغبة في تهدئة سعر الدولار لكنها تنوء تحت ضغط الاعتمادات. وزراء يتوقعون عمليات إسرائيلية واسعة في الجنوب، والخارجية تنام على حرير الاستنكار الدولي دولي للتهديدات وضمان الولايات المتحدة لحدود لبنان الإقليمية. واحتمال وجود النفط في لبنان يحرك أسعار أسهم شركة البترول اللبنانية من 50 سنة. بس لا ننعش وما حدا الذاكرة حركه، أبدا. نطروا أكثر من 50 سنة. وسايرة حمادة رئيس الحكومة فلم يعين موعد جلسة المناقشة على أمل أن تغرق المكلس في بحر تطورات الحدود، ريمو أدي ثمت مخطط لتمكين العدو من غزو الجنوب. وبالكاريكاتير زوروا الجنوب، واجباتنا بالأفراح على راسنا بس رايحين بعكس الزيارة.